طب هذا الحضور ديالنا اليوم يعني ياتي في اطار مؤازره المناضل حسن الشقلقر، اللي طبعا كلكم كتعرفوا على انه كان بلغ على فضيحه القمح الفاسد اللي ثارت واحد الراي العام، يعني وكل كيعرف هذه القصه هذه، واللي هي الان انتهت بواحد النهايه صراحه اللي هي عليها واحد مجموعه ديال علامات الاستفهام، حيث ان صاحب هذه المطاحن القمح الفاسد تعطات ليه البراءه، في حين ان الشخص اللي هو بلغ على هذه الجريمه الان هو متابع واحد المجموعه يعني ديال المجموعه ديال المتابعات، والمنزل ديالو تم الحجز عليه يعني بناء على مقال افتتاحي من طرف الدفاع ديال المتهم الرئيسي اللي هو الان ينعم بالبراءه، في حين ان المبلغ الان هو اللي هو متابع من طرف القضاء في ثلاثه ديال الشكايات، وبالتالي هنا كنلقاو على ان للاسف مازال يعني المساله ديال استقلاليه القضاء اللي كنتكلموا عليها وكيتغنوا بها العديد من المتشدقين بحقوق الانسان والديمقراطيه هي فقط حبر على الورق، مازال كاين اتصالات، مازال كاين الهاتف، مازال كاين الضغط، مازال كاين اللوبي، مازال كاين الفساد، مازال كاين لغه المال، وبالتالي حنا النداء ديالنا كنرفعوه الان صاحب الجلاله باش انه يعني يتدخل وانه ينصف ماشي فقط حسن وانما كتنصف الساكنه كامله، لان للاسف بعض الاحكام اللي كتستغبي الذكاء ديال المواطنين، كيفاش ان المطحنه تم يعني الوقوف يعني من طرف لجنه مختلطه وتضبط هذاك يعني ذاك القمح الفاسد في حاله تلبس وفي واحد الحاله يرضى لها، ومازال عندنا الاشرطه اللي كانت نقلاتهم القناه الاولى التحويليه المنتجه للدقيق والمشتقات الاخرى المستخلصه من القمح. وقفت اللجنه الاقليميه المكلفه بتتبع حاله التموين ومراقبه جوده المواد الغذائيه معروضه للبيع بالاسواق المحليه بمكناس على عناصر ملموسه لعملية غش كبيرة كانت تحاك داخل المؤسسة لإعداد منتوج عناصره وحسب معاينة اللجنة ومحضرها يفتقر للشروط الصحية وللجودة المطلوبة. في وجه كاميرا وفريق الأولى بوابة حديدية أغلقت لتحجب نشاطا مشكوكا في سلامته ومسلكه. قامت بضبط 900 طن من القمح المعد للسحق غير صالح للاستهلاك ومشكوك في جودته ومخزن بإحدى المستودعات التابعة للمطحنة سري وغير مصرح لدى المصالح المعنية. في الجانب الآخر مستودع غير بعيد تابع للمؤسسة بوضعيته وحالته رغم تموقعه بالحي الصناعي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه نقطة سوداء متعفنة داخله 360 طنا من القمح الصلب، كمية مخزنة في محيط يفتقر إلى أبسط الشروط الصحية، قمح فاسد يحمل بشكل واضح عناصر ومخلفات تشكل خطرا على المستهلك. بالرغم من كل هذا كمية كبيرة أخرى منه تقدر ب 340 طنا ضبطت داخل الوحدة كانت في المراحل الأولى للتحويل. الأشرطة اللي هي عندنا ومع ذلك كيجي مختبر وكيقول لك على أن هذاك القمح على أنه غير فاسد وغير صالح، ولكن هذاك القمح اللي هو بذاك الشكل غير فاسد كيفاش غادي يكون القمح اللي هو فاسد؟ إذا مرة أخرى يعني كنحيي عاليا جميع الضمائر الحيه وجميع القوى الديمقراطيه التقدميه اللي هي كتناضل من هذا الاجل هذا الملف احقاقا الحق وانصافا للعداله الحقه. بكم حسن شقنقر المبلغ عن جريمه ديال القمح الصلب الفاسد في مدينه مكناس في سنه 2017، كميه ديال 900 طن ديال القمح الصلب اللي حضرت فيه الاذاعه الوطنيه والتلفزه المغربيه وبحضور لجنه مختلطه من جميع اللجان لمدينة مكناس بما فيهم لونسا ومكتب المشرف على السلامة الصحية وكذلك. والآن كنت نتفاجئ بأن السيد صاحب القمح الفاسد يخرج ببراءة تامة وأنا تبعته لأنني استلهمته للضمير الحي لأنقذ ساكنة مكناس من هذا السم الذي كان يضخ في المدينة. كانت حسنة رئيسة المكتب الجهوي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، نحن أمام محكمة استدعائية لمؤازرة السيد حسن شقنقر الذي بلغ عن القمح الفاسد
نؤازره ونشد بأزره، لأنه أنقذ الساكنة المكناسية وجل المغاربة من القمح الفاسد. ونحن هنا نقول لا للفساد، لا للغش، وشكرا.